مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان قانون الساحل. 3500 كيلومتر هو طول الساحل بالمغرب على امتداد وجهتين بحريتين، وكي تعتبر الساحل رافعة تنموية مهمة لاقتصاد البلاد. ولكن هذه المشاريع الاقتصادية على طول الساحل المغربي واش كتحتار بمعايير التنمية المستدامة؟ كيتوفر المغرب على شريط ساحلي مهم كيتكون من 3500 كيلومتر كتختلف طبيعتها وقوامها الجيولوجي. هذا التنوع والغنى جعل من السواحل المغربية تكون نقطة مهمة لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية والتعمير خاصة بالمدن، غير أن الإفراط في الاستغلال وعدم احترام الشروط البيئية كيحتم وضع قانون لحماية سواحلنا. صدر سنة 2015 قانون يتعلق بالساحل، وقد أرسى هذا القانون مبادئ التدبير المندمج للساحل بهدف حمايته واستصلاحه وتثمينه، وقد أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها وانعكاساتها على الساحل. إلى أي حد تم تفعيل هذا القانون لحماية الموروث البيئي الساحلي؟ لتفعيل مقتضيات قانون الساحل صدر مرسوم أول يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للساحل، وعلى هذا الأساس قامت هذه الوزارة بإعداد هذا المخطط الوطني واجتمعت اللجنة المختصة لدراسته. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.